آخر سؤال يخص كهرباء وموضوع كهرباء وغرامة كهرباء، الوضع فيه إيه في هذه اللحظة؟ عندنا ملفات كتيرة محترمة بنديرها، هذا الملف يديره بصفة شخصية كابتن حسين لبيب رئيس النادي، وبنعاونه بعض الناس مننا فيه، لكن هو المنمود بهذا الملف كابتن حسين لبيب عشان ما يبقاش فيه تضارب في آراء وتصريحات غير دقيقة بالمرة يعني. طيب قبل ما نقفل، المترجم النهارده تيتو اللي كان بيشتغل مع روي فيتوريا وايضا سوارش في النادي الاهلي، هل هو مستمر مع نادي الزمالك ولا مش موجود مع نادي الزمالك؟ لم يتخذ مجلس الاداره قرار بالمترجم، لم يتخذ قرار بهذا الشان. يعني لم يتخذ قرار بتعيين مترجم ولا برحيل مترجم؟ لم يتخذ قرار بشان مترجم حتى هذه اللحظه. حتى هذه اللحظه. كابتن الكبير كابتن احمد سليمان عضو مجلس اداره نادي الزمالك، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وكل هذه التوضيحات مرة أخرى.